أول موكب موكب طاعة لازم تفهم هاي. أول موكب موكب طاعة لازم تفهم هاي. من صاحت حي الله بمسلم من جابت للماي بدت هاي الإشارة تخطط للزيارة بدت هاي الإشارة تخطط للزيارة أي أول موكب من قالت لا تفضل عندي هذا النص مأجورة غاشي من قالت لا تفضل عندي دارك هاي الدار رايدت كل بيت احنا نفتحه شنو باكر للزو باكر للزو من قالت لا تفضل عندي دارك هاي الدار رايدت كل بيت احنا نفتحه باكر للزوار باكر أول موكب نصبت هي للعتر الأطهار والله للعتر الأطهار مسلم رايح لجل حسين مسلم رايح لجل حسين ما خلي يحتار ها ما خلي يحتار يلا أول طاسة اي تتوزع هي بحب حسين هذا الموكب هو الأول والسوه الاثنين أول طاسة اي تتوزع هي بحب حسين هذا الموكب هو الأول والسوه الاثنين هلا بهاي السفارة خطط للزيارة هلا بهاي السفارة أول موكب أول موكب تخطط للزيارة بديت هاي الإشارة تخطط للزيارة أول موكب الله من جابت للما يتشكر فدوى روحك من جابت للما يتشكر من عدها الضرغام رادي علم الزاير نقطة شنو رادي علم الزاير نقطة يحترم الخدام يحترم ال ذيك الحرمة كانت تعلم يوم من الأيام يوم من الأيام شي يصير لحسين الواد مشاية تطلع لبكل عام تطلع لبكل عام الله لحسين الواد مشاية تطلع لبكل عام إلك تطلع لبكل عام هاي الفكرة هذا المبدأ من شان الأحرار سوت منهج دين تعلم نخدمها الزوار هاي الفكرة هذا المبدأ من شان الأحرار سوت منهج بنتعلم نخدمها الزوار بدت بول شرارة تخطط للزيارة بدت بول ابترها ابترها أول موكب يلا أول موكب Yeah.
أول موكب وحدها تريد تعلمنا وحدها تريد تعلمنا خادم الحسين ومسلم ابن عقيل سعد العبودي وحدها تريد تعلمنا منها دروس هوار اخدم بالتقدر بي تخدم شنو لو بس طاسة ماي ها لو بس اي اخلص لحسينك لا تهتم بالرايح والجاي بالرايح والجاي كل خادم رادت اطباعه من طبع الوفاي من طبع الوفاي قدم قلبك لا تتردد لو ماكو الأموال يعني تحثك للموت خديم وبكل الأحوال قدم قلبك لا تتردد لو ماكو الأموال يعني تحثك للموت خديم وبكل الأحوال درب ما بي خسارة وينك خسارة ويا الحسين درب ما بي خسارة أول موكب يلا أول موكب ما ينمل والله درب حسين ودرب الخدمة ما ينمل والله هنيال المخلص والفاني كل عمر المولى كل عمر المولى يكون الخادم ما يتغير كون الخادم ما يتغير لو دار الدنيا لو دار الدنيا الله وكوني ترجم للما يفهم شنو شنه الحب معناه شنه الحب معناه هقيت الخادم صاحب فكرة ويخطط لبعيد لازم يفهم من حسينة شي يحب وشي يريد ريت الخادم صاحب فكرة ويخطط لبعيد لازم يفهم من حسينة شي يحب وشي يريد شعار الحب شعار هولا هولا شعار الحب أول موكب يلا أول موكب كل موكب لازم يشكرها اي والله ممنونين مولاتي كل موكب لازم يشكرها بل كل خادم كون عالخدمة ومسلم قال لها من عندك ممنون من عندك ممنون يا
الوادي مباشر يا طاعة أدري الوادي مباشر اي نفسك يمشون اي نفسك يمشون شنو لزمون الشارع للزاير لزمون الشارع للزاير وبجيتي حيون ها وبجيتي حيون بعد عيده وبجيتي حيون ها شكرا شكرا هاي الخدمه طشت بين الناس هذا احساسك يم العفه كان عظم احساسي والله شكرا شكرا هاي الخدمه طشت بين الناس هذا احساسك يم العفه كان عظم احساس رسام تشرف حضاره تخطط للزياره رسام تشرف حضاره تخطط للزياره ابتر اول موكب يلا اول موكب